بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة الصف الأول الثانوي مدارس لغات، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة بنحل مسائل كتاب الوزارة على الدرس الأول في الجبرا Organizing Data in Matrix. في السؤال الأول بيقول لي A, B and C are three cities. If the distance in kilometers between any two cities is shown in the table opposite. عندي A و B و C تلات مدن، ولو الجدول اللي قدامنا بيوضح المسافة بين هذه المدن بالكيلومتر. نمرد في A بيقول لي write a matrix represent this data. ارسم او اكتب مصفوفة بتمثل هذه البيانات. عندي هنا بنقول دي المصفوفة او الماتريكس اللي بتمثل هذه البيانات، يبقى انا عندي في A هنا ودي الماتريكس اللي بتمثل هذه البيانات. في B بقول لي let X be the required matrix in A find the following. لو هنا دلوقتي ان ال X دي او المصفوفة او الماتريكس اللي احنا عملناها دي اسمها X، المطلوب مطلوب ايه؟ قال لي what does it mean by x 2 3. عندي هنا بنقول x 2 3، احنا قلنا 2 معناها second row وال 3 معناها third column، لان احنا قلنا بنكتب الرو بعدين الكولم، يبقى عندي x 2 3 معناها second row third column. عندي بيقول لي what does it mean by x 3 2. احنا قلنا x 3 2 يعني x 3 2 معناها third row second column. بيقول لي هنا what is the relation between x 2 3 و x 3 2. هما الاثنين they are equal، هما الاثنين متساويين. هنا بقول لي write all the elements of the second row in the matrix X. اكتب كل العناصر اللي موجودة في الصف الثاني في المصفوفة X. عندي دي الماتريكس وده second row. second row هنا الelement الخاصة بي اللي هو 75 و 0 و 56. عندي هنا بقول لي write all the elements of the second column in the matrix X. عندي دي matrix X وعندي ده second column. second column هنا اللي هو ده 75 و 0 و 56. عندي هنا بقول لي find X K K when K equal 1 2 3 what do you notice. يبقى اوجد العناصر او الاليمنت xkk. عندي xkk لما الk الاولى تساوي 1 الk التانية برضو تساوي 1 يبقى x 1 1. هنا في الماتريكس اللي قدامنا x 1 1 first row first column، هنا الاليمنت ده بيساوي 0. عندي xkk لما x 2 2 برضو هنا second row second column هنا بيكوال 0. عندي هنا x 3 3 معناها third row third column بيكوال 0. يبقى عندي هنا القطر ده او الدياجونال الموجود عندي ده كله 0 0 0. عندي complete each of the following. اكمل الاتي x is a matrix of order. عندنا هنا النظم بتاع المصفوفة X او الماتريكس X هنا بيساوي ايه؟ بنقول هنا X 3 times 3. X 3 times 3 معناها 3 row و 3 column. عندي X I J equal X J I. يبقى هنا بنقول كان عدد الرو I هنا عدد الرو J، وهنا عدد الكولم J هنا عدد الكولم I. يبقى عندي هنا XIJ equal XJI for all value. دي معناها symmetric. يبقى أنا عندي الماتريك ديت بنقول على إيه؟ symmetric. symmetric يعني متماثلة. يبقى إن كان عندنا
عملنا ترانسبوز المصفوفة، وفي اللحظة ديت أصبحت سيمتريك. يبقى هنا سيمتريك إذا كانوا هما الاثنين متساويين. What is the number of elements in each of the following matrices؟ عندي هنا بنقول ما هو عدد العناصر الموجودة في كل ماتريكس. عندي الماتريكس of order 2 times 3، هنقول ايه 2 times 3 equals 6. الماتريكس of order 2 times 2 equal 4. matrix of order 3 times 2 equal 6. will you find the value? Find the values of A, B, C and D, F. يبقى انا عندي الماتريكس دي بتساوي الماتريكس دي. عندي هنا مطلوب قيم A و B و C و D. عندي هنا بنقول 3 equal A minus 2. يبقى عندي 3 equal A minus 2. هنودي 2 الجهة التانية وبالتالي يبقى الـ A equal 5. minus 5 equal 2B plus 1. عندي minus 5 equal 2B plus 1. عندي هنا بنودي الـ 1 الجهة التانية يبقى minus 6. 2B equal minus 6. منها بنقول الـ B equal minus 3. A minus 3 equal C. A minus 3 equal C. يبقى 5 minus 3 equal C. ومن هنا بنقول C equal 2. عندي 3D minus 2 equal 16. 3D minus 2 equal 16. عندي هنا D equal 6. هنا بيقول لي الماتريكس دي equal الماتريكس دي. عندي 15 equal 3A يبقى الـ A equal 5. 2B equal 10 يبقى الـ B equal 5. 0 equal 2B minus D. عندي يبقى D equal 10. 2A plus C equal 10. 2A plus C equal 10. أنا عندي هنا الـ A equal 5. 2A equal 10. يبقى 10 plus C equal 10. هنا معناها ان C equal 0. في هنا بقول لي industry the table opposite shows the number of general national factories of food and laser industry in 3 different cities in Egypt. الجدول المقدمنا ده بيوضح عدد المصانع في الطعام وفي الجلود في او صناعة الطعام والجلود في 3 مدن مختلفة في مصر. مطلوب هنا organize the data in matrix. حط الحاجات دي في matrix. عملناها هنا في matrix. يبقى انا عندي 44 حطناها، 68 حطناها، 28 حطناها، وهكذا. Add the elements in each column. What is your interpretation of the result obtained؟ اجمع العناصر كل عمود وايه هو تفسيرك للنتائج. عندي هنا لو جمعنا عناصر كل عمود عندي 44 plus 28 plus 37 equal 109. لو جمعنا هنا 68 52 17 equal 137. ده معناها ان total food industry in 3 different cities equal 109 و total laser industry in 3 different cities equal 137. يبقى انا عندي هنا بنقول جمعنا كل عمود والنتائج اللي طلعت ان اجمالي صناعة الطعام في 3 مدن مختلفة equal 109 ومجموع صناعات الليزر في 3 مدن مختلفة equal 137. Add the elements in each row. اجمع العناصر في كل صف. Are the results you obtained possible to help us with an extra data explain your answer؟ اجمع عناصر كل صف. هل النتائج اللي حصلت عليها يمكن ان تزودنا ببيانات لها معنى؟ وفسر اجابة. عندنا بنقول total products in 6 October 112. يبقى انا عندي هنا
في اول مدينة اللي هي 6 اكتوبر، واجمالي البرودكت فيها اللي هو 44 + 68 = 112. عندنا توتال برودكت ان سادات في مدينة السادات هنقول 28 + 52 = 80، وتوتال برودكتس ان العاشر من رمضان ايكوال 37 + 17 = 54. يبقى اجمالي الناتج في 6 اكتوبر 112، اجمالي الناتج في السادات او في مدينة السادات ايكوال 80، ومجمال الناتج في العاشر من رمضان ايكوال 74. Will you find the value of each of A and B F؟ وعطيني الماتريكس دي ايكوال الماتريكس دي. عندي هنا بنقول 2A minus 1 ايكوال 3، 2A minus 1 ايكوال 3، يبقى عندي 2A ايكوال 4، يبقى الـ A ايكوال 2. عندي هنا 3B minus 1 ايكوال 7، 3B minus 1 ايكوال 7. عندي هنا 3B ايكوال 8، will be equal 8 over 3. If A أو الماتريكس A دي ودي الماتريكس B، where A equal B transpose then find the value of each of D and E. عندنا هنا بنقول دي الماتريكس A دي الماتريكس B، عندنا هنا بنجيب ال B transpose بمعنى بندور المصفوفة دي. يبقى انا عندي هنا كان 2D وهنا minus 1 كانت رو، هنا بنعملها كولم. يبقى انا عندي 2D بننزل تحتها minus 1 وهنا بنحط 3E وهنا تحتها بنحط 4. يبقى انا عندي هنا ماتريكس A equal B transpose، يبقى انا عندي A ماتريكس A equal B transpose، عملنا ال A وحطنا ال B transpose. هنا بنقول ال 2 equal 2D يبقى D equal 1 minus 3 minus 3 equal 3E يبقى ال E equal minus 1. عند هنا في 7 بيقول لي if matrix A equal ومatrix B equal، وهنا المطلوب find A plus B. عندي بنحط الماتريكس A بنحط الماتريكس B وبنحط بينهم علامة البلاس، وبنجمع كل element على element المناظر له. يبقى 1 + 3 = 4، 0 + 0 = 0، 2 + -2 = 0، 2 + -2 = 0، 1 + 3 = 4، -3 + 3 = 0، 4 + -4 = 0، 5 - 5 = 0، -1 + 5 = 4. عندي هنا جبنا المطلوب الأول هو find A plus B. عندي هنا مطلوب A minus B، يبقى الماتريكس A minus الماتريكس B. بنحط الماتريكس A ونحط الماتريكس B وبينهم علامة الماينس. عندي هنا بنقول عشان ما نلخبطش نفسنا في قواعد الإشارات، بنضرب الماينس في كل الإيليمنت اللي موجودة في الماتريكس وبنقلب الماينس بنعملها بوزيتيف، يبقى بنغير الإشارات كل اللي موجود وبنخلي ديت بوزيتيف. عندي هنا بنقول بن أصبحت جمع عادية 1 - 3 = -2، 0 + 0 = 0، 2 + 2 = 4، 2 + 2 = 4، 1 + -3 = -2، -3 + -3 = -6، 4 + 4 = 8، 5 + 5 = 10، -1 + -5 = -6. عندي هنا في ماتريكس A -2 × ماتريكس B. عندي بنحط الماتريكس A ونحط الماينس و 2 × ونحط الماتريكس B. عندي زي ما قلنا في المسألة اللي فاتت بنقلبها بوزيتيف
نقلب كل الاشارات بتاعت الاليمنت الموجوده داخل الماتريكس. يبقى انا عندي بنحط الماتريكس ايه بلس 2 تايمز الماتريكس بي. بالخطوه اللي بعدها بنحط الماتريكس ايه ونضرب 2 تايمز الماتريكس بي، اصبح 2 تايمز ماينس 3 ايكوال ماينس 6، 2 تايمز 0 ايكوال 0، 2 تايمز 2 ايكوال 4، وهكذا في كل الاليمنت الموجوده في الماتريكس. اصبحت جامعه عاديه. بعديها بنقول 1 بلس ماينس 6 ايكوال ماينس 5، 0 بلس 0 ايكوال 0، 2 بلس 4 ايكوال 6، وهكذا في كل العناصر. هنا مطلوب بيقول لي ماتريكس بي ماينس 3 ايه، يبقى بنحط الماتريكس بي في البدايه ونحط الماينس 3 تايمز الماتريكس ايه. عندي زي ما قلنا بنقلب النيجاتيف بنعملها بوزيتيف، نقلب اشارات كل الاليمنت الموجوده داخل الماتريكس. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ب 3 تايمز كل الاليمنت اللي موجوده داخل الماتريكس، اصبح 3 تايمز ماينس 1 ايكوال ماينس 3، 3 تايمز 0 ايكوال 0، 3 تايمز ماينس 2 ايكوال ماينس 6، وهكذا في كل الاليمنت. اصبحت جمع عاديه 1 بلس ماينس 3 ايكوال ماينس 2، 0 بلس 0 ايكوال 0، 2 ماينس 6 ايكوال ماينس 4، وهكذا تديني الماتريكس الموجوده قدام. عندنا بيقول لي كريتيكال ثينكينج، اف اي ايكوال اي اكس تايمز واي، واكس واي بيلونج تو 1 2 3، رايت ذا ماتريكس اي جيفن ذات اكس ذات اي x y equal y minus x then find a transpose. نخلي بالنا هنا اساسا الماتريكس الاصليه اللي بنعملها على الشكل ده. انا عندي الماتريكس ايه، اصبح الفيرست رو a 1 1 a 1 2 a 1 3، سكند رو a 2 1 a 2 2 a 2 3، الثيرد رو a 3 1 A 3 2 A 3 3. عندي ده الشكل العادي او الاساسي بتاع الماتريكس A، بس هو مش طالبها بنفس الشكل. هو قال لي هنا A او الماتريكس A X times Y، وهنا Y minus X. Y minus X عندي هنا بنقول Y minus X معناها ان انا عندي الاليمنت A 1 1، يبقى هيبقى y اللي هو 1 minus x اللي هو minus 1 equal 0. وعندي هنا بنقول a 1 2 يبقى 2 minus 1، لان احنا قلنا ال y minus x يبقى 2 minus 1. هنا في العنصر ده او في الاليمنت ده بنقول 3 minus 1 وهكذا. عندي هنا في ال second row يبقى انا عندي، نرجع تاني بنقول يبقى في الفيرست رو y minus x، الواي واخده 1 والاكس 1، يبقى 1 minus 1 equal 0. عندي في الفيرست رو ال a 1 2 ال 1 2، يبقى انا عندي ال 2 minus 1، 2 minus 1 equal 1. عندي a 1 3 يبقى 3 minus 1، 3 minus 1 equal 2. عندي هنا في اللي بعده بنقول في second row a 2 1، يبقى انا عندي 1 minus 2 equal minus 1. عندي هنا 2 minus 2 equal 0. عندي هنا 3 minus 2 equal 1. عندي هنا في third row 1 minus 3 equal minus 2. هنا 2 minus 3 2 minus 3 equal minus 1، 3 minus 3 equal 0. يبقى دي الماتريكس اللي هي المطلوبة، اللي هي A matrix، الماتريكس A اللي هي X و Y اللي فيها ال Y minus X. رجع تاني بيقول لي في عاوز then find A transpose. عندي find A ترانسبوز، هنا مدور المصفوفة. عندي هنا جبنا المصفوفة
بنفس الشكل ده او الماتريكس بنفس الشكل ده، اي تي اللي هو اي ترانسبوز المصفوفة المدورة، بنجيب هنا فيرست رو 0 1 2، هنا الزيرو بنحطها زي ما هي، نحط تحتها ال1 بنحط تحتها ال2. في سكند رو ماينس 1 بنحط تحتها 0 بنحط تحتها ال1. في الثيرد رو بنعمله هو ثيرد كولم ماينس 2 ماينس 1 وعندي هنا الزيرو. لغاية هنا نكون وصلنا بفضل الله لنهاية حل تمارين الدرس الأول Organizing Data in Matrix. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.